هنا في نواكشوط احتضن المتحف الوطني صباح اليوم انطلاق النسخة الثانية من معرض البنك المركزي حول تاريخ وآفاق العملة الوطنية. يدخل تنظيم هذه التظاهرة في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى 57 لعيد الاستقلال الوطني. تنظيم النسخة الثانية من معرض البنك المركزي الموريتاني عن تاريخ وآفاق العملة الوطنية تحت عنوان الأوقية تأتي في إطار سعي البنك إلى إطلاع التلاميذ والطلاب والشباب على الجديد من التطور وتحديث وسائل الدفع. 3190 تلميذا وطالبا من مدارس أساسية وثانوية ومؤسسات تعليم عال وشبكات شبابية واتحادات رياضية تلقوا شروحا من القائمين على المعرض تناولت تاريخ إنشاء العملة الوطنية وما كان متداولا منها في الماضي. هذه النسخة تنظم بالتعاون مع وزارة التهذيب الوطني ووزارة التعليم العالي ووزارة الشباب، وذلك من أجل تمكين فئة الشباب وفئة الأطفال خصوصا من اكتشاف تاريخ العملة الوطنية التي تعتبر رمزا لسيادتنا ورمزا لاستقلاليتنا الاقتصادية والمالية. في إطار هذا المعرض ننظم بالتعاون مع وزارة التهذيب الوطني زيارات منظمة يوميا لمجموعة من المدارس تأتي من مختلف أنحاء العاصمة نواكشوط، تمكن التلاميذ والطلاب من اكتشاف تاريخ تبادل في موريتانيا منذ مرحلة المقايضة إلى يومنا هذا، مرورا بإنشاء الأوقية والتي كانت نقلة نوعية في تاريخنا. تمكن أيضا بالتوازي مع المعرض ننظم حلقات تربية مالية تمكن الأطفال من اكتشاف بعض المفاهيم المالية الأساسية. وزارة التهذيب الوطني ثمنت مثل هذه التظاهرات التي تشكل فرصة للتلاميذ والطلاب يطلعوا من خلالها على تاريخ العملة الوطنية وما تميزت به من فترات. هي فرصة مهمة ليطلع التلاميذ على هذا الجهد الرائد الذي على مر العصور مرت به مراحل تطور العملة الوطنية. سيستفيد هؤلاء التلاميذ من زيارة المتحف الوطني ربما لأول مرة للبعض منهم، وهي فرصة مهمة للاطلاع على تطور وسائل الدفع في موريتانيا. التلاميذ عبروا عن استفادتهم من هذا المعرض الذي عرفهم بأهم الفترات التي ميزت مراحل الأوقية. تعطونا صفات موريتانيا كاملة، وشفنا البواخر كانت تتنقل فيهم الفضاء، شفناهم كاملة. الزيارة شفنا فيها كل شيء زينة إن شاء الله، وشفنا الفضاء القديم وشفنا كل شيء فيها، وشفنا في التبادل شيء بشيء كيف الملح بدلوا بزرع. وستتواصل أيام هذا المعرض إلى غاية 29 من شهر ديسمبر 2017 في مسعى من البنك المركزي الموريتاني إلى تعزيز ارتباط المواطنين بالعملة الوطنية الأوقية التي تعتبر رمز السيادة الاقتصادية والمالية للبلاد.